ليفربول بيختفي في الواندا مودريبليتانو وبيخسر هناك 1-0 علشان مباراة يبقى فيها معركة كبيرة جدا، مباراة يورجن كلوب تكتيك وخطط وحضر وبدأ غلط وحتى التغييرات من بره كانت برضو غلط، عكس الناحية التانية سيميوني اللي حضر صح وكمان تكتيك صح وكمان حتى تغييراته اللي كانت من بره كانت صح. مباراة كانت بكل تفاصيلها خاطئة من يورجن كلوب وخرج منها خسران، والناحية التانية مباراة بكل تفاصيلها كانت نوعا ما ناجحة لسيميوني وقدر انه يخرج منتصر فيها. مباراة كانت حيز كبير جدا او في حافز كبير جدا عند لعيبة اتلتيكو مدريد قدر يظهر في مباراة النهاردة، والناحية التانية ليفربول تحس ان اللعيبة كانت نايمة في الالفلد مستنية مباراة العودة. هنتكلم في كل حاجة في حلقة النهاردة، بس قالوا خش بالحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش بالحلقة. مباراة يورجن كلوب ولعيبة ليفربول بدأت محضرة المباراة غلط ومحضرة بشكل خاطئ، أو بمعنى صح عشان نتكلم صح إن الناحية التانية أتلتيكو مدريد هي اللي فاجئت ليفربول. إزاي؟ إن لعيبة ليفربول ويورجن كلوب وكل الناس داخلة محطة في دماغها ومركزة إن من أول دقيقة في المباراة أتلتيكو مدريد هيبقى واقف في نص ملعبه قافل الدنيا مضايق المساحات واقف في نص ملعبه وبيعتمد على المرتدات، لكن كانت المفاجأة وكانت الصدمة للعيبة ليفربول ويورجن كلوب إن من أول دقيقة في المباراة لعيبة أتلتيكو مدريد ضغط على لعيبة ليفربول، خانقة لعيبة ليفربول، عاملة ستريتشنج كبير جدا وبتضغط من على الأطراف على لعيبة ليفربول، وفي أول 5 دقايق في المباراة ليفربول بيلبس جول، وبعد الجول دون المباراة بدأت. المباراة بدأت بإن ليفربول ابتدى يلعب بالشكل اللي كان حاطه أصلا من قبل المباراة ما تبدأ، إن أتلتيكو مدريد واقف في نص ملعبه مضايق المساحات قافل الدنيا ويضغط عليه ليفربول من أول مباراة. بس هنا بقى في نخش في تفاصيل أكتر وأكتر إن إزاي المساحات كانت مقفولة أصلا، إن أتلتيكو مدريد كان بادئ بال 4-4-2 بادئ بفرساليكو ناحية اليمين عشان فرساليكو كويس دفاعيا عن أرسا، والناحة بيلعب كمان في نص الملعب بيلعب بكوكي وساؤول وبيلعب بتوماس بارتي وبيلعب بتوماس ليمار، كان كوكي ناحية اليمين عشان يقفل مع فرساليكو، والناحية التانية بيلعب بتوماس ليمار علشان يقفل مع لودي. الحتة بتاعت ان كوكي وليمار هما اللي بيبقوا موجودين دي راجعة ان، وكمان بالخاص ليمار، حتة ليمار اللي بيبقى موجود في الملعب دي راجعة ارنولد سواء في التقدمات بتاعته هيقف جدا لودي، فلودي كان محتاج لاعب زي ليمار هو او لاعب عامة هو اللي يقفل معاه في الناحية دي، وكمان محتاج أتلتيكو مدريد لاعب بالسرعة ومهارة بتاعت ليمار انه يتفوق على المساحة اللي بتبقى ورا ارنولد. دي اللي حصلت فعلا، ان ليمار واقف ورا بيساعد لودي في المنطقة الدفاعية وكمان بيروح يضرب ارنولد ويضرب ليفربول من المساحه اللي ورا ارنولد. الحقيقه الحته دي كانت مخليه اتلتيكو مدريد عنده افضليه نوعا ما شويه، وكمان الحته بتاعت نص الملعب بقى اللي كانت عجباني جدا هو توماس بارتي في اول مباراه كان مايل ناحيه اليمين شويه عند ناحيه ليفربول عند ناحيه روبرتسون وماني، كان بيحاول يقفل مع لودي وكوكي شويه، دي كانت حته كويسه جدا جدا جدا. توماس بارتي كان بيضغط ضغط شرس، كان بيقرف لعيبه ليفربول، كان بيروح يقرف كل حته في الملعب، لعيب نضج جدا مع اتلتيكو مدريد، لعيب سيميوني عرف يطلع منه كل حاجه كويسه، مش مباراه بس مش في المباراه دي بس، لا توماس بارتي الموسم ده مع ليفربول مع اتلتيكو مدريد بيقدم مباريات وبيقدم موسم كويس جدا، قدر ينضج بشكل كبير جدا مع سيميوني. الناحيه الثانيه ليفربول شكل غريب، ليفربول لما بتضغط عليه وبتقفل الملعب عليه بتحس ان في لاج عند لعيبه ليفربول، بيحصل ايرور لليفربول يورجن كلوب، وكمان لعب اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد قافل لك العمق خانق لك العمق بيقفل العمق تماما عليك بيخنقك تماما، بيحاول يخرج الصراع على الاطراف، ولما بيخرج صراع على الاطراف الصراع على الاطراف في 2 على الاطراف هنا و2 على الاطراف هنا، فهو كان بيحاول يقفل لك الاطراف وبيحاول يقفل لك العمق، ان هو بيخلي لك من العمق ان اول ما هندرسون او فينالدو بيبتدي ياخد الكوره بيبتدي يستلم الكوره بتلاقي ضغط شرس جدا من سؤول توماس بارتي على حمل الكوره، وكمان بتطلع على الاطراف الاطراف ما بتعرفش ترفع على العرضيات، ان اتلتيكو مدريد كان بيحاول يديك ان انت الصراع يبقى على الاطراف ويخرج على الاطراف وتلعب على الاطراف وتعتمد على العرضيات، ولما كنت بتعتمد على العرضيات وترفع العرضيات لفيرمينيو ما كانتش بتوصله، ان فيرمينيو واقف في وسط فليبي وفي وسط سافيتش، فانت مش
مش عارف يجيله اي كره. فعلا كنا بنشوف كتير جدا فيرمينيو بره منطقه الجزاء، كتير جدا فيرمينيو واقف بره منطقه الجزاء، كتير جدا بيروح بيميل على الاطراف. وكمان كنا محتاجين ان احنا نشوفه بقى اللي احنا الضغط لعيبه ليفربول تضغط على لعيبه اتلتيكو مدريد، ده ما كانش موجود او كان موجود بشكل بطيء او بشكل صغير. ليه؟ لان انت كان عندك اثنين كانوا بره يوم، كانوا الاثنين الدي اوف، ماني كان في الدي اوف تماما، وبان جدا في الانذار اللي خده كان على بعد شعره من الطرد. الناحيه الثانيه محمد صلاح، ده محمد صلاح كان في الدي اح مش في الدي اوف بصراحه، محمد صلاح مش فاهم في ايه، مش فاهم في ايه بصراحه، عرضيات غلط، كان ميس باص كتير، كان بيشوط مش عارف شوط على الجول. فانت النهارده محمد صلاح في حاجه غلط، ماني في حاجه غلط، حتى خرج بره خالص بره الماتش بعد الانذار اللي خده. فانت كنت محتاج حراره، كنت محتاج ان الفريق يجدد له الدماء، محتاج ضغط، محتاج تضغط لعيبه اتلتيكو مدريد، محتاج تغير الفورميشن اللي بتلعب بيه، محتاج تغير التشكيل اللي بتلعب بيه. انت كنت بدأ بال 4 3 3، التشكيله دي المفروض تتغير، انت المفروض تلعب بال 4 4 4 2 بقى خلاص، انت المفروض تلعب 4 4 2 في بدايه المباراه بين شوطين، تسحب ماني وتنزل تشامبرلين وتدخل صلاح جنب فيرمينيو، وتخلي تشامبرلين لاعب نمره 10 تحت فيرمينيو وتحت صلاح، وتخلي هندرسون وفينالدو الاثنين يساندوا الاطراف في الناحيه الدفاعيه او يقفلوا على المساحه اللي في ورا روبرتسون وارنولد، وتخلي فيرمينيو هو اللي يساعد بالعمق. لكن اللي احنا شفناه واللي احنا واللي كلوب عمله ان انت ما بين الشوطين سحبت ماني ونزلت اوريجي، وحتى اوريجي لما نزل ما كانش نازل كمهاجم ثاني، لا اوريجي كان نازل كجناح شمال. انت بعد نزول اوريجي جناح شمال تقريبا المباراه اتقتلت، لان انت بعد التغييره ديت الناحيه الثانيه رد عليك سيميوني بتغييره مضاده ليها، واللي هو خرج لك المار ونزل لك يورينتي، واللي هو بيقفل لك الملعب تماما خلاص من الاطراف. انت كوكي ويورينتي هيقفلوا مع لودي وفرساليكو، انتهى الامر، انتهى الامر. وانت كمان الضغط اللي كنت بتشكله بصلاح وماني كان ضغط نوعا ما قليل، ولما كمان نزل اوريجي الضغط شويه شويه ابتدى يتقتل، يتقتل ان انت قريب مش عارف يلعب بالشكل ده، او مش عارف شكل الضغط اللي كان بيعمله ماني. وحتى لما صلاح الناحيه الثانيه لما كان موجود هو وماني كان بيشكلوا الضغط بالراحه. فانت بعد كده بعديها بشويه عملت التغيير اللي كنت المفروض تعمله في الاول، اللي انت نزلت تشامبرلين بدل صلاح، ورحت دخلت اوريجي في العمق وخرجت فيرمينيو ناحيه اليمين وتشامبرلين بقى ناحيه الشمال، بقى في حاجه غلط. انت كده بقى بتلعب حوالين يا كيكا، انت مش بتغير بقى فورميشن اللعيبه او بتغير اماكن اللعيبه، لا انت بقيت اللعيبه مش عارفه تلعب ايه، مش عارف انت تلعب ايه، 4 4 2 دايما، وتدخل بقى تشامبرلين لاعب نمرة 10، وكل ده مفيش. انت كنت محتاج حاجه واحده بس عشان تفك الاشتباك في الحته دي، اللي انت تضغط على اطراف اطراف اتلتيكو مدريد، تقلب لعيبه اتلتيكو مدريد، تضغط تضغط تضغط، وتحاول تفتح مساحه لتشامبرلين علشان يشوط من بره منطقه الجزاء عشان يفك لك الاشتباك. دي كده اللي تعرف تعملها بحته واحده بس، اللي انت تخرج لاعب واحد من صلاح او ماني وتنزل اوريجي او تنزل تشامبرلين، تطلع صلاح او ماني وتنزل تشامبرلين مكانه. لكن انت اللي انت عملته اللي انت طلعت صلاح وطلعت ماني وبقيت واقف مكتوف الايده، مش عارف تعمل اي حاجه، ولا عارف تضغط، ولا عارف تستخلص الكوره، ولا عارف تشوط، ولا عارف تفتح مساحه، ولا عارف تعمل اي حاجه. وشفنا حاجه وشفنا احصائيه غريبه جدا 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 جدا، ليفربول ما شاطش النهارده ولا تسديده على مرمى اتلتيكو مدريد. ليفربول اخر مره ما شاطش على مرمى الخصم كانت يوم 3 اكتوبر 2018 كان ضد نابولي، دي اخر مره ليفربول ما قدرش يشوط فيها على مرمى الخصم، كانت في 2018 من سنتين. انت متخيل اللي انت النهارده قدمت مباراه بالسوء اللي انت تعمل احصائيه ما حصلتش من سنتين. فانت ليفربول مش فاهم ان ليه ليفربول بعد كل توقف دولي او كل راحه بتحصل لما بنرجع اللعيبه بتحصل حاجه غريبه. في حاجه غريبه بتحصل عند كلوب وعند اللعيبه، تحس اللعيبه فصلت. الفورمه اللي كانت قبل التوقف او قبل الراحه مش عارف راحت فين بعد الراحه. ماتش نورويتش كان مؤشر نوعا ما بيبين لي ان انت في خطر، ماتش اتلتيكو مدريد اكد لنا الخطر ده، بس انت لسه عندك فرصه، لسه عندك ماتش الاسبوع الجاي في الدوري، وبعد كده عندك العوده في الانفيلد. الماتش بتاع الانفيلد مش هيبقى سهل خالص خالص، لان ماتش الواندا متروبوليتانو، متروبوليتانو واسع، اتلتيكو مدريد بيعرف يعمل ستريتشنج كبير عليه، في مساحات كتير بتبقى فيه. لكن ماتش بتاع الانفيلد وملعب الانفيلد ضيق، ليفربول بيعرف يزنق فيه اللعيبه، يعرف يزنق فيه الفريق، ويقعد يديك بالبكاس وانت مزنوق. ماتش صعب، هيبقى ماتش صعب. وخير الدليل على ده برشلونه كسب في الكامب نو 3-0، رجع خسر 4،
فانت ما فيش اي مؤشر اللي انت تقول بقى هرجع واقفل وانام على الجون ونطلع من المباراه من انفيلد. لا لا لا، حتى التصريحات اللي اتقالت من كلوب ومن روبرتسون والتصريحات اتقالت بعد الماتش مش متاكد على كده تماما. روبرتسون طلع قال لك احنا نبقى حاضرين في المباراه، جمهور الانفيلد يبقى حاضر في المباراه، بس بتمنى ان اتلتيكو مدريد يبقى حاضر المباراه. فانت التصريحات حتى بتاعت اللعيبه انت لسه ما خرجوش من لندن متبلتاني وبيصرح التصريحات دي، لا ماتش الانفيلد يبقى صعب جدا. انا واثق في ليفربول، واثق في فريقي اللي احنا ماتش انفيلد هنتاهل منه، بس الاداء اللي احنا شفناه النهارده والشكل اللي احنا شفناه النهارده شكل سيء جدا، شكل ما يرتقيش ببطل اوروبا، بطل مش بطل اوروبا، انت شكل ما ارتقيش ببطل العالم. انت عندك شعار هنا دلوقتي، شعار البطل العالم. فانت اداء قدمته سيء، شابوه 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 سيميوني ورجال اتلتيكو مدريد اللي انت قدمته مباراه كبيره ضد بطل اوروبا، قدموا مباراه عالميه ضد بطل اوروبا. مبروك لجمهور اتلتيكو مدريد، مبروك لاتلتيكو مدريد وسيميوني. بس بقول لكم من دلوقتي ماتش الانفيلد مش هيبقى سهل تماما. بس في الاول اخد رايي انا في مباراه اتلتيكو مدريد وليفربول، قول رايك انت في الكومنتس مباراه النهارده، قول لي توقعك، هل ليفربول قادر على العوده والفوز في الانفيلد والصعود لدور الثمانيه، ولا اتلتيكو مدريد هيحقق المفاجاه ويزيح ليفربول ويخرجه من دور ال 16؟ قول لي توقعك وتوقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، شوفكم الحلقه الجايه، سلام.